شهدت مملكة البحرين اليوم هطول أمطار الخير والبركة بكميات متفاوتة الغزارة على مختلف المحافظات والمناطق، وكانت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات قد أفادت بتعرض مملكة البحرين لأجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة وتدني للرؤية الأفقية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله بوتشيري، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. إذا ما هي توقعاتكم للأحوال الجوية في المملكة خلال الساعات القادمة؟ شكرا على الاستضافة. طبعا مثل ما تفضلت عندنا حالة من عدم الاستقرار تسببت بأمطار رعدية كانت غزيرة في معظم المناطق. سجلنا كميات أمطار تقريبا تعدت 12 ملي في بعض المحطات، هبات شديدة السرعة بلغت 40 عقدة وأكثر، وتدني في مدى الرؤية الأفقية. طبعا الأمطار ذروتها كانت في الساعات الماضية، حاليا عندنا فترة هدوء، ما زالت فرص الأمطار الرعدية مستمرة بتكون حتى بداية الليل إن شاء الله. المؤشرات تقول أن خلال الليل بتكون الأمطار أقل حدة، قد تكون في المجمل من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، تستمر الفرص حتى صباح الغد إن شاء الله، ثم تبدأ تستقر الأجواء خلال ظهر الغد. نعم سيد الكريم، هل من تحذيرات تودون توجيهها لمرتدي يعني البار والبحر؟ نعم، تحذيراتنا بتكون إن شاء الله بالنسبة للأمطار الرعدية والهبات مستمرة حتى بداية الليل. ندعو الأخوة مرتدي الطريق لأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة. أيضا الأجواء بتكون غير مناسبة سواء للأنشطة البحرية أو الفعاليات البرية الخارجية. نعم سيد عبد الله بوتشيري، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لك.